بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. زي شكة الدبوس، عبارة بنستخدمها للتعبير عن سهولة حصول الإنسان على شيء ما أو مروره بتجربة ما. بنستخدم العبارة دي دليل على إن الموضوع سهل وبسيط، وزي شكة الدبوس يعني حاجة سريعة والإنسان مش هيلاحظها كمان. ده بالظبط اللي بينطبق على حصول الفنانة سمية الخشاب على شهادة الدكتوراه الفخرية. من كام يوم كده فوجئنا بحنفية صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور اللي انا بعرضها لحضراتكم دلوقتي. صور للفنانة سمية الخشاب وهي لابسة البرنيطة اللي هي لابساها دي وماسكة شهادة، وحط عنوان للصور دي سواء على المواقع اللي صورت معاها او على حساباتها ان هي حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من جهة اسمها منظمة الامم المتحدة للفنون. طيب طبعا الموضوع كان غريب جدا، يعني الدكتوراه الفخرية دي هي خدتها ليه وازاي وعشان ايه؟ في اسئلة كتيرة جدا. اتضح ان الكلام ده كله كلام اوانطة وملوش اي اساس من الصحة، ولا في منظمة اصلا اسمها منظمة الامم المتحدة للفنون موجودة. الكيان ده موجود ولكنه لا يتبع الأمم المتحدة، لا يتبع الأمم المتحدة. المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة طلع بيان طبعا لما يعني حصل الأمر ده، وإن في جهة مسمية نفسها منظمة الأمم المتحدة للفنون. المركز الإعلامي للأمم المتحدة، المركز الرسمي للأمم المتحدة بالقاهرة، طلع بيان قال إن الفعالية اللي تمت يوم الأحد 7 مايو هو ملوش أدنى علاقة بيها، الأمم المتحدة ملهاش أدنى علاقة بيها، وهذه الجهة لا تتبع الأمم المتحدة لا من قريب ولا من بعيد. فالقصة كلها يا جماعة فنكوش، القصة كلها فنكوش. مركز أو منظمة الأمم المتحدة للفنون اللي هي المفروض كرمت الفنانة سمية الخشاب وعدد من الشخصيات العامة الأخرى اللي ظهروا، كان طبعا من ضمنهم الدكتور حسام موافي تاني اللي أنا كنت قدمت فيديو عنه وعن فرح بنته وعن اللبس العاري اللي كانت بنته لابساه، والفنان هاني مهنا والموسيقار هاني مهنا والفنان أحمد فرحات اللي هو القصير القامة ده، والإعلامية فريدة الزمر، وعدد كده من الشخصيات يعني كانوا موجودين كلهم في الحفلة دي، ومن ضمنهم الفنانة سمية الخشاب. وزي ما قلت المركز الإعلامي للأمم المتحدة أعلن إن هو ملوش أدنى علاقة بالفعالية دي ومالوش علاقة بالمركز ده أصلا، وإن بالمنظمة دي منظمة الأمم المتحدة للفنون، وإن المنظمة دي لا تتبع الأمم المتحدة لا من قريب ولا من بعيد. زي ما قلت الموضوع كله فنكوش وموضوع وهمي ويعني ملوش أدنى أساس من الصحة. المركز ده او منظمة الامم المتحدة للفنون زي ما انا قلت لها صفحة على موقع الفيسبوك وبيتابعها حوالي 200 شخص بس، 200 شخص. وكانوا عملوا فعاليات قبل كده، عملوا حاجة اسمها يوم الاب وكرموا الفنان رشوان توفيق والفنان احمد عبد العزيز، فهم بيعملوا الموضوع ده وبيسلموهم شهادات وخلاص، يعني تكريم او شهادات دكتوراه فخرية زي اللي سمية الخشاب حصلت عليها. زي ما انا بعرض لحضراتكم دلوقتي برضو ده الفيديو اللي ظهرت فيه سمية الخشاب وكانت داخلة يعني القاعة اللي المفروض هيقام فيها هذا الاحتفال، وهتشوفوا دلوقتي يعني وهي بتسلم على الفنان هاني مهنا والإعلامية فريدة الزمر وأحمد فرحات والمجموعة دي كلها. اللافت بقى هنا، اللافت ايه؟ طبعا كويس ان المركز الإعلامي للأمم المتحدة طلع ونفى اي صلة له بهذه المنظمة المزعومة يعني او الكيان المزعوم اللي بسمي نفسه منظمة الامم المتحدة للفنون. ولكن الغريب، الغريب واللي هو المضحك فعلا يعني، ان كل الناس اللي راحت دي راحت من غير ما تتأكد من هوية المكان اللي هم رايحينه. يعني انتوا رايحين النهاردة حفل تكريم، المفروض على الاقل يكون عندك الحد الادنى من المعلومات حول المكان اللي انت رايحه، وتبقى عارف المكان ده يتبع الامم المتحده ولا لا. وهم على فكره يعني من خداعهم او من المنظومه الخداعيه بتاعتهم يعني ان صح التعبير، اللوجو بتاعهم على صفحه على الفيسبوك والمنصات التواصل الاجتماعي بتاعتهم حاطين لوجو يشبه الامم المتحده، وبادئين الاسم بتاعهم يو ان، يو ان يعني يونايتد نيشنز اللي هي الامم المتحده، يو ان ده اللي هو الايه الشعار او الحروف بتاعه الامم المتحده، بادئينها بيو ان.
فطبعا الموضوع موضوع خادع، ولكن انا بتكلم على شخصيات عامة، شخصيات عامة، فنانين او يعني اطباء او 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 اي مكان. المفروض انتوا رايحين مكان، فالمفروض يكون عندكم الحد الادنى من المعلومات حول المكان اللي انتوا رايحينه. واللافت بقى ما اعرفش يعني لما حد بيتكرم، يعني برضو هنتكلم على الفنانة سمية الخشاب. يعني انت النهاردة رايحة تتكرمي، المفروض تسألي نفسك انا بتكرم عشان ايه، او حصلت على الدكتوراه الفخرية دي ليه. يعني ده شيء مضحك فعلا، يعني شيء مضحك اللي انا اكون رايح مكان انا اعلم ان انا لا استحق ان انا احصل على دكتوراه فخرية، ولا استحق ان انا اتكرم مثلا. يعني انا ممكن يكون في قرارات نفسها عارفة كده، ولكن عادي تروح وتقعد تحط رجل على رجل وتحتفل وتمسك الشهادة وتقول انا خدت الدكتوراه. يعني باينة، يعني مش هقول ليلة وضحاها، ده بين ثانية ودقيقة، يعني كده حصلت على الدكتوراه الفخرية. يعني احنا عارفين ان الشهادات اللي من النوع ده، الشهادات اللي هي الدكتوراه الفخرية والحاجات دي كلها بتتباع على فكرة، يعني في جهات بتباعها، في ناس بتشتري الدكتوراه، في ناس بتشتري الماجستير. طبعا بيبقى شيء مقيت وشيء يعني لا يدعو للفخر، بل بالعكس يدعو الانسان يشعر بالعار لو حس او كان عنده يعني جزء ضئيل من الاحساس ولحظة صدق مع النفس. يجب ان يشعر الانسان بالعار لما يشتري تكريم او يشتري شهادة علمية او يشتري يعني اي مكان شهادات اللي هي الدكتوراه والماجستير والحاجات دي كلها. فالانسان لما يحصل عليها وهو لا يستحقها ومن غير ما يبذل مجهود حقيقي للحصول عليها، ده فعلا شيء يدعو للعار. وزي ما قلت، لو مر بلحظه صدق مع نفسه ممكن يمسك الشهاده دي يولع فيها. فالشيء المضحك ان نبص نلاقي سمية الخشاب رايحه وماسكه الشهاده وواقفه، يا سلام، حواليها بقى الناس اللي بياخدوا منها احاديث، وهي حاسه بقى في قرارات نفسها كده من الواقع اللي احنا شفناه ان هي اصبحت يعني الامين العام للامم المتحده نفسه. يعني من كلامها ومن طريقتها والكلام ده كله حسنا ان هي فعلا تستحق الدكتوراه. يعني اين حمره الخجل يا جماعه؟ اين حمره الخجل؟ يعني انت واخده شهاده وهميه وشهاده لا تستحقيها، انت خدت الدكتوراه في ايه وعشان ايه؟ ما هو لازم الانسان يسال نفسه. الانسان لما يحصل على 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 تكريم او على شهاده زي كده لازم يكون عارف ان هو يستحقها. مش هبقى نايم في بيتنا حد يصحيني تعالى عشان تاخد الدكتوراه الفخريه اروح وامسك الشهاده واقف كما لو كنت استحقها وكما لو كان ليا الحق فيها بجد. بصراحه فوضى الشهادات بقى اللي من النوع ده، الدكتوراه الفخريه والدكتوراه والماجستير والتكريمات الوهميه دي اللي في ناس ممكن تكرم لا يستحق التكريم. احنا شفنا قبل كده فيفي عبده كرمت كالام مثاليه، وفي كمان الكارثه اللي احنا كانت حصلت او حدثت من سنوات كده، ام الولد المجرم اللي هو انهى حياه الطفله زينه في بورسعيد. لو تتذكروا حضراتكم هذه الواقعة المؤسفة، اللي ابن البواب اللي انهى حياة الطفلة زينة اللي رموها من اعلى البرج في المنور بتاع البرج نفسه بعد ما فشلوا في اغتصابها، وللأسف اتحكم عليه ب 15 سنة بس لانه كان دون السن. امه رقاصة يعني. وتخيلوا بقى، تخيلوا والله الكلام ده حصل، وراجعوا حضراتكم كرمت كأم مثالية، تخيلوا. فيعني انا بتكلم على ايه؟ على ان التكريمات دي والشهادات والحاجات دي كلها، الفوضى دي لابد وان تنتهي. ولازم اللي يعمل حاجه زي كده، اللي يعمل تكريمات وهميه او يمنح شهادات وهميه، ده لازم يحاسب ولازم يعاقب. ازاي؟ في منافذ معينه يا جماعه للتكريمات، لابد وان تكون جهات رسميه او جهات حكوميه او جهات دوليه معترف بيها. يعني زي ما احنا شفنا المركز الاعلامي للامم المتحده زي ما انا قلت في الجزء الاول من الفيديو طلع ونفى اي صله، طبعا لان ده بالنسبه له حد بينتحل اسم الامم المتحده، هذه المنظمه الكبيره في اعمال زي كده، ففوضى التكريمات دي لابد وان احنا شفنا مهازل في التكريمات على الفترة الماضية، وشفنا مهازل في منح الشهادات ومنح الدروع ومنح الكلام ده كله. وكل واحد بياخد للأسف زي ما حصل مع سمية الخشاب كده، تاخد الشهادة تجري وتفرح بيها وترفعها قدام الكاميرات زي ما يكون فعلا واحدة تستحق هذه الشهادة أو تستحق التكريم أو تستحق الاحتفاء بيها، وهي لا لها نشاط لا عام ولا خاص ولا أي حاجة. وحتى اللي بيكرم تبع الامم المتحده بيكون له نشاط دولي، يعني بيكون له نشاط خاص بالامومه، بالطفوله، بالمجاعات، بالاغاثه، يعني حاجات من هذا القبيل. هي علاقتها ايه بكل الكلام ده كله؟ ولكن هي يا جماعه
الرغبه الملحه في الظهور تحت الاضواء. احنا كنا بنتكلم على الموضوع بتاع وفاء مكي، الموضوع بقى اللي هو اصبح موضوع مقرف بجد يعني، ويعني احتمال اعمل فيديو جديد عنه لان في كلام بصراحه يعني مقرف جدا اتقال فيه، ولان لاحظت ان في ناس بتقول انها بريئه زي اللي كانوا بيأيدوا محمد عادل وغيره. احنا شفنا بلاوي زرقاء في الحياه، زي ما قلت لكم في موضوع وفاء مكي، ان اللي عملوا القصه الثلاثي اللي عملوا الموضوع ده وفاء مكي وهند عاكف ومهرب بلو كلهم طالب شهره وكلهم هيموتوا عشان يرجعوا تحت الاضواء تاني، فنبدا نعمل ايه؟ نعمل اي فرقعات ونعمل اي كلام فارغ عشان خاطر نبدا اللي احنا نطلع، لا ويطلعوا يقول لها مبروك البرايه وفاء والكلام ده كله، المهم ده مش موضوعنا. فالرغبة في الحصول على الشهرة والرغبة في الظهور تحت الأضواء، وخاصة للنوعيات دي من البشر اللي هم يعني الأضواء خابت عنهم شوية، الأضواء ابتعدت عنهم شوية، فهم بيتمنوا إن هم يظهروا تاني. في ناس لما الأضواء يا جماعة بتخبو عنهم أو بتختفي أو بتبتعد عنهم، خلاص هو بيبقى خلاص بيركز في حاجة تانية، ما بيسعاش للأضواء إلا لو رجع ليها بجد بشيء هو عمله يستحق ان تعود عليه الاضواء مره تانية، سواء كان رجل او امراه. في ناس محترمين كده، اكيد في ناس محترمين، ولكن في ناس بتدور على الاضواء دي بابره، يعني بتدور عليها بتحصل على اي مكان يروحوا، يعني اي عايزين الشهره وعاوزين يعني زي ما انا قلت يعودوا مره تانية للمشهد باي شكل، حتى لو كان مشهد يعني مهين زي اللي احنا شفناه ان حد ياخد دكتوراه وفي الاخر تطلع دكتوراه وهميه، وزي ما قلت دكتوراه فنكوش وملهاش اي قيمه، وبالبلدي كده اوانطه في اوانطه، حاجه كده ملهاش اي معنى وملهاش اي لون ولا طعم ولا ريحه يعني، وفي الاخر حتى للاسف الشديد يطلعوا زي الفنانه سمية الخشاب وطلعت كتبت كده على حسابها الرسمي حصلت على الدكتوراه من الامم المتحده. يعني انا عايز افهم هي كتبت كده ازاي؟ يعني انا دايما بقول يا جماعه اين حمره الخجل؟ يعني الناس دي المفروض تحط وشها في الارض، المفروض تحط وشها في الارض، المفروض تسال نفسها انا خدت الدكتوراه دي ليه؟ هي عارفه ان هي لا مفيش دكتوراه وعارفه ان هي لم تحصل على الدكتوراه، ولكن للاسف تطلع تقول كده لمجرد الاضواء ترجع تتسلط عليها مره ثانيه. زي ما قلت زي ما في ناس محترمين في ناس برضو بتسعى ورا الاضواء، ممكن يعملوا اي حاجه اي حاجه عشان خاطر يظهروا، ولكن للاسف اللي بيبقى بعيد عن الاضواء او الاضواء بعدت عنه وبيبقى موجود كده يعني بيفضل الناس شايله له الصوره الجميله، اخر صوره هو ظهر والاضواء مسلطه عليه، ولكن اللي بيجري ورا الاضواء للاسف زي ما انا دايما بقول كده المثل الشعبي بتاعنا، لطال بلح الشام والعنب اليمن زل راسه على السلم، لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت سمعوه، ففي الاخر ما بيحصلش على اي حاجه الا احتقار الناس. نتمنى ان الناس تعقل شويه وتهدى شويه ويبطلوا بقى البحث عن الشهره الفارغه اللي هي مش مبنيه على اسس حقيقيه. الشهره اللي مش مبنيه على اسس حقيقيه، اللي انت تشتهر نتيجه عمل جميل او عمل عظيم انت عملته او شيء تستحق ان انت تعود مره ثانيه من خلال الاضواء، ولكن اطلع بهبل وعبط طبعا زي ما قلت ده بيضر اكتر ما بينفع. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.